في مصنع الجلود القديم قرب مدينة تسالونيكي يعيش الآن مئات اللاجئين القادمين من إدومينا. أمام البوابة التقينا محمد جاروشا الذي عاش 3 أشهر في أدوميني وسط ظروف سيئة، وكذلك السكن الجديد لا يشكل فارقاً كبيراً عن سابقه. افتتح المخيم قبل 5 أيام وهو ليس نظيفاً، وضعنا في صالات كبيرة تفتقر للإضاءة، ليس هناك تنظيم ولا يوجد ما يكفي من الطعام. بدأوا بتوزيع الطعام بالأمس فقط، الوضع صعب جداً. عرض علينا محمد صوراً من داخل المكان، خيمة لكل عائلة، الغبار في كل مكان، والبعوض منتشر كما يقول اللاجئون. لكن الجيش يقول إنه يوفر أهم مقومات الحياة، لكن العيش تحت رقابة دائمة أمر جديد للكثيرين هنا. محمد وعائلته سيقدمون طلب لجوء في اليونان على أمل أن يعاد فتح الحدود المقدونية والوصول يوماً إلى وسط أوروبا.